قد قضيت عمري في الدعوة أكثر من 40 عاما وأنا أدعو الناس وأحذر الناس من هذا الفكر لخطورته، لأنه يؤثر على علاقتك بمولاك وعلاقتك برسول الله وعلاقتك حتى بأمك وأبيك وسائر المسلمين وجيرانك. أشهد أن لا إله إلا الله بغير قيد وبغير حد، لأنه هو الذي حد الحدود وقيد القيود، بغير تصور، ولكن مصدقين بذلك، مؤمنين بذلك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ونشأت فرقة في وسطنا وأنتم تعلمونها تسموا بالوهابية والسلفية المعاصرة، وأحيوا ما كان عليه ابن تيمية والمجسمة من تشبيه الله عز وجل، وأفسدوا فسادا عريضا. فإذا قلت لهم أن الله يدرك بالتصديق دون التصور يقول أنت تعبد مجهول، يقولون ذلك، هم يريدون أن يحددوا لله حدا وإلا تعبد مجهولا. لماذا؟ لأنهم عندهم في عقلهم خلل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتصور، لو تصورته حددته، وإذا حددته أحط به، والله لا يحط به علما. وبالتالي فساد هذه الطائفة في هذا الزمان أكثر شدة من الفساد الذي فعله المستعمر في بلاد المسلمين. المستعمر جاء ليأخذ بعض الأموال، يأخذ بعض الأراضي، يأخذ دنيا، فكان فساده في دنيانا ومصيبتنا معه في دنيانا. وهؤلاء أبناء جلدتنا يحفظون كتاب الله ويعيشون في وسطنا، ثم يصيبون بمصيبة أشد من مصيبة المستعمر فينا، وهم يسلبون المؤمن حسن عقيدته في الله وحسن عقيدته في رسول الله وحسن عقيدته في دينه وفي إسلامه، فيورثونه التشبيه وعدم توقير النبي وسب العلماء وسوء الظن بالمسلمين ثم تكفير المسلمين ثم قتل المسلمين. فأيهما أشد فسادا وإفسادا في الأرض، هذه الطائفة أم طائفة المستعمر الإنجليزي والفرنسي والأسباني؟ غاية ما ضرونا في بعض الأموال، أخذوا بترولنا، أخذوا أراضينا، والله يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وهؤلاء جعلوا مصيبتنا في ديننا. سيد المرسلين، خاتم النبيين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، وفي هذا كله هذه الصفات التي كل مسلم سليم العقيدة يتلقاها بالقبول، يأتيك هؤلاء الوهابية ويقول لك ما الدليل؟ دل على أنهم أيضا فاسدي العقيدة حتى في نبيهم، فيعتقدون أن نبيهم كسائر الأنبياء جاء ومات وجاء معه القرآن ولا تزوره بعد وفاته، وأن والديه كافران، وأنه لا يتوسل به ولا ينتفع به بعد وفاته، وأنه وجوده في القبر وجود غفلة، غافل عن هذه الدنيا. يعتقدون ذلك ويقولون ذلك دون حياء. وإذا أردت أن توقر النبي منعوك، فلا تقول، فيقول لك لا تقول سيدنا، قل محمد ابن عبد الله. وإذا وصف الملك الذي يحكمه يقول جلالة الملك، جل جلاله، ولو قلت جل رسول الله وجلاله لقال لك مشرك. فإذا قلت جلالة رسول الله قال ما الدليل على هذه الصفة التي تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ انظر كيف أفسدوا في تصورك لله وتصديقك بالله، ثم أفسدوا في علاقتك بمولاك رسول الله. إذا ذهبت لتحج أو تعتمر يوصيك ألا تزور قبره. لماذا؟ لأنه مات. ثم يقول لك انوي زيارة المسجد، والمسجد لم يشرف إلا بوجوده صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هؤلاء أفسدوا علاقتك برسول الله. فإذا توسلت بالنبي وقلت بجاه النبي اغفر لي، بجاه النبي، يقولون لا جاه له بعد وفاته، هذا شرك، والتوسل به شرك. انظر كيف أفسدوا فساد عريض في علاقتك بالله وعلاقتك برسول الله، ثم حتى في نسل النبي وسلالة النبي في آل البيت لم يوقروهم، وفي آباء النبي لم يعتقدوا نجاتهم، بل من أصل مذهبهم أن تعتقد أن والدي النبي في النار، وإلا تركت مذهبهم. انظر إلى هذا الفساد العريض الذي نتكلم عنه. ثم بعد ذلك يعيبون على من يعملون في الموسيقى وفي التمثيل وفي السينمات، هؤلاء يفسدون الأخلاق وأنتم تفسدون الدين،
أنتم فسادكم أشد عار. هؤلاء إذا فعلوا ذلك يدركون في داخل أنفسهم أنهم يفعلون حراما، وبالتالي كثير من هؤلاء الذين ساروا في هذا المجال تابوا وأنابوا وماتوا على خير، وأدركوا أنهم كانوا مخطئين في أسلوب حياتهم. لكن أنت تظن أن حياتك واعتقادك هو الاعتقاد الصحيح فيتشبث به إلى أن يموت على غير ملة الإسلام، وكثير منهم مات على غير ملة الإسلام. ففسادك أيها الوهابي وإفسادك أشد من إفساد الراقصة في الملهى. فهؤلاء فسادهم يتعلق بالأخلاق، وأنت فسادك يتعلق بالدين، يتعلق بعلاقتك برسول الله، بعلاقتك. لم تحضك راقصة أن تقتل مسلم، ومذهبهم قتل مئات الألاف من المسلمين، عشان تعلم أنهم أشد فسادا وإفسادا من أهل الخمور في الخمارات، وأهل الرقص في الحانات، وأهل التمثيل والإغراء في الاستوديوهات، وهم يعتقدون أنهم براء ويندّدون بهؤلاء. فهم إذا قلت لهم ووصفت النبي هو أول خلق الله أكرم خلق الله، يقول ما الدليل؟ إذن لا يعرف نبيه. هؤلاء جهلوا النبي وجهلوا الله، ثم جهلوا قدر المسلم الذي حرمته عند الله أشد من الكعبة، فعابوا في أجلاء علماء المسلمين، وعادوا أولياء الله في كل زمان. لم يسلم منهم ولي من أن اغتابوه، سواء كان هذا الولي حي أو ميت، حتى تعلم شدة هذا الفساد والبلاء. نحذر منهم لأنهم تمسحوا بمسوح أهل العلم ولبسوا زيهم وحفظوا القرآن وأتقنوه، فغروا الناس، يأخذون المسلم العاصي من معصيته وهو نادم عليها وفي قلبه توقير للعلماء ومحبة للنبي، يأخذونه من هذا فيتوبونه من ذلك، فيصف الله له أنه جالس على العرش، وأنه مستوي بمعنى جالس على العرش، والجلوس صفة الأجسام، فيأخذه من إيمان إلى اعتقاد فساد في الله. أولا، بعدما كان عاصيا واعتقاده سليم صار يصلي واعتقاده فاسد، فحاله حال ترك الصلاة وهو عاصي قبل أن يلتزم مفهومهم كان أقرب إلى الله من حاله وهو يصلي خلفهم، لأنه يصلي مع فساد الاعتقاد، وقبل ذلك كان يعصى مع سلامة الاعتقاد ويؤنبه ضميره ويقول يا رب تب عليه، ويحسن الظن بعلماء المسلمين وبأولياء الله الصالحين، ويحسن الظن برسول الله. فانظر أنه يحولون العاصي من المعاصي الظاهرة إلى طائع في الصورة كافر في الباطن، فيسيء الظن. بعدما كان يحسن الظن بكل المسلمين ويدعو لكل المسلمين، يعتقد أنه هو الموحد وغير مشرك، وأنه هو الذي على صواب وغيره على غير صواب، فينقلونه من دائرة التواضع والندم وحسن الظن بالآخرين وسوء الظن في النفس إلى دائرة الكبر والغرور والنظر للنفس والاعتماد على العمل وسوء الظن في الله ورسوله وفي أمة النبي وفي آل البيت. انظر كيف أن التائب على أيديهم أكثر فسادا من العاصي في وسط عوام المسلمين، فعاصينا نحن عوام المسلمين بالنسبة لتائبهم من الأولياء. انظر إلى هذا الفساد، هذا الفساد العريض. وقد قضيت عمري في الدعوة أكثر من 40 عاما وأنا أدعو الناس وأحذر الناس من هذا الفكر لخطورته، لأنه يؤثر على علاقتك بمولاك وعلاقتك برسول الله وعلاقتك حتى بأمك وأبيك وسائر المسلمين وجيرانك، يؤثر حتى على علاقتك بأخيك في الإنسانية، فيجعلك تكره الكافر. فإذا كرهت الكافر كيف تنصحه؟ كيف تدعو للإسلام؟ نحن نكره الكفر ولا نكره الكافر، فالكافر أخي، ابن أمي وأبي، كلكم مخلوقين من نفس واحدة، أبوها واحد وأمها واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة النساء يبدأ بها معظم خطبه ليبين الأخوة بينك وبين كل البشر مع اختلاف اعتقاداتهم،
خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام أي بينك وبين كل إنسان يسير على وجه الأرض رحم. ولو كان هذا كافر فأنت تكره كفره ولا تكرهه، هو أخوك. إذا عقك ابنك تكره عقوقه ولا تكره ابنك. إذا خالفك أخوك في الميراث تكره جشعه وطمعه ولا تكره أخوك. فرق بين كراهية الشخص وبين كراهية العمل، فهم يجعلون كراهية العمل تصير كراهية للأشخاص فيفسدون في الأرض ويغتبون الناس، بل لو استطاعوا أن يتحملوا السلاح لحملوه وقتلوه، وبالفعل قد قتلوا. منذ أن نشأ هذا المذهب الوهابي من أكثر من 250 سنة لم يقتل على أيديهم كافر أبدا، كل الذين قتلوهم مسلمين أبرياء من عوام المسلمين، لم يقتلوا يهودي ولا إنجليزي ولا أسباني ولا فرنسي أيام حتى الاحتلال. لكن انظر إلى طوائف المسلمين وأهل التصوف والعلماء والأولياء، كانوا يجاهدون الكفار المستعمرين الكفار المجرمين، يجاهدون كفرهم حتى لا ينتشر. فانظر إلى أعلام الجهاد في العالم الإسلامي، تجدهم كلهم أعلام من التصوف. حتى في العصر المتوسط صلاح الدين الأيوبي الذي يعني نتباهى به جميعا كان صوفيا وتربى في زاوية صوفية، وكان له ورد وله سبحة، وتربى على أيادي الأولياء الصالحين. ماذا فعل صلاح الدين؟ من قتل؟ هل قتل مسلمين صلاح الدين الأيوبي أم قتل صليبيين غزاة مجرمين كفار؟ هكذا أهل الإسلام إذا جاهدوا يجاهدون الكفار، لا يجاهدون المسلمين، لا يقتلونهم بل يدعون لهم، ويجاهدون الكافر لا كراهية في شخصه بل كراهية في أنه ينشر كفره. وانظر إلى سيدنا لوط يقول لقومي إني لعملكم لمن القليلين، لم يقل إني لكم لمن القليلين، يعني أنا لا أكره أشخاصكم، أنتم أبنائي وأزواجكم بناتي، ولذا يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يقصد بناته يعني زوجات هؤلاء الرجال الذين انصرفوا عن زوجاتهم وصاروا يشتهون الرجال دون النساء، فيقول هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلون، يقصد بناتهم زوجات هؤلاء الرجال الذين انحرفوا سلوكا، لأن النبي في قومه بمنزلة الوالد من ولده، فيكون أزواجهم بناته وهم أبناؤه، ولذا يقول إني لعملكم لمن القالين، لم يقل إني لكم لمن القالين. فنحن نكره الكفر ولا نكره الكافر، لأننا بيننا وبينه النصح، وبيننا وبينه الإنسانية. والنبي يقول ارحموا من في الأرض، ومن في الأرض يدخل الحيوان ويدخل النبات ويدخل الإنسان مع اختلاف اعتقاداته. هذا هو المعنى الواسع الذي يعلمه كل مسلم. فإذا صار خلف هذا المذهب الوهابي صار يكره الكافر لذاته، وإذا انفرد به قتله ولا يدعو له في صلاته أبدا. والنبي كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وهم لا يدعون إلا لمن وافقهم في هذا الاعتقاد الفاسد. وغيره يعتقدون أن قتلانا في النار وقتلاهم في الجنة، هكذا أساءوا الاعتقاد. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، بل أول المسلمين، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول شافع، أول مشفع، أول من يدخل الجنة، فهو الأول صلى الله عليه وآله وسلم بأحمديته، وهو الآخر في ظهور رسالته خاتم النبيين، فهو الأول والآخر صلى الله عليه وآله وسلم، جعلني فاتحا وخاتما. فإذا قلت لهم هؤلاء هذه المعاني يقولون ما الدليل، وتأتي بالدليل من القرآن ثم يقول ما الدليل، دليل على أنه لا يفهم لا قرآن ولا سنة ولا لغة ولا أي شيء. فنحذركم من هؤلاء المفسدين وقد كشفهم الله وتعروا، حتى تعلم أن مساجدهم أسد فسادا من حانات الخمر في بلاد المسلمين، لأنهم يفسدون فيها عقائد المسلمين، وحانة الخمر يفسد فيها المسلم أعماله ولا يفسد عقيدته،
فقد يموت مدمنا للخمر نادما على شربها محسنا الظن في الله ورسوله، ولكن هم يصلون وأقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم ويسيئون الظن في المسلمين وفي رسول الله وفي اعتقادهم في الله سبحانه، ويعتمدون على أعمالهم ولا يعتمدون على الله.